في ارضيه ملعب استاد برج العرب بعد تعادل الاتحاد في اللحظات الاخيره مع الزمالك بنتيجه 1-1 بعد الهدوء التام اللي كان في استاد ومدرجات برج العرب. الاجواء اتغيرت خالص لحاله احتفالات لعدد من جمهور الاتحاد اللي موجود النهارده في المدرجات. خلينا اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان هادي جدا واللي كان فيه اجراءات احترازيه قويه جدا في البدايه كده. النهارده اكتر من حد من لاعبي الزمالك طارق حامد واكتر من لاعب كانوا حريصين ان هم يعني يسلموا على دكه الاتحاد لكن من بعيد لبعيد كده بالتلويح. لكن النهارده برده مسؤولي يعني الجهاز الطبي اللي مسؤولين النهارده عن اداره مباراه الاتحاد والزمالك كانوا حريصين جدا ان هم ينزلوا الفرقتين على يعني على مرحلتين. لعيبه الزمالك نزلت الاول وبعدين بدا بعدها ينزل لعيبه الاتحاد لارضيه الملعب. لكن لو كلمتكم على اجواء اللقاء النهارده بقى اوباما بيأزر الزمالك كده من مدرجات برج العرب. امير مرتضى منصور اللي كان متواجد في المدرجات كان باين عليه التفاعل المستمر مع كل لعبه كده في الملعب. كان على طول بيتوتر ومتفاعل مع كل لعبه. كان بقى واضح بقى التوتر والقلق على دكه الاتحاد السكندري اللي كان على طول الكابتن طلعت يوسف بيطالب لعيبته ان هم يلعبوا كور عاليه من ورا لعيبه الزمالك. كان باين الهدوء الى حد ما على دكه الزمالك. لكن النهارده بقى بن شرقي هو اللي كان حريص جدا في التوقف يعني ال 30 دقيقه كده للزمالك اللي هو يروح ويتكلم مع حازم امام واسلام جابر ويبدا يقول لهم يعني على تحركهم ازاي واصلح كور المفروض يلعبوها ازاي. النهارده المسؤول الطبي او يعني طبيب الزمالك كان حريص جدا اول لما بيجي توقف اللي هو يروح ويعقم على طول كل لاعبي الزمالك. لكن اول لما انتهى الشوط الاول نزل على طول اكتر من حد كده عشان يعقمهم الملعب ويعقمهم الشبكه ويعقمهم الرايات كده ما بين الشوطين. لكن الشوط الثاني الى حد ما الاجواء بقى اتغيرت. الشوط الاول طبعا اول لما جه الجون الاول للزمالك كانت في حاله سعاده قويه جدا على مستر كارتيرون اللي قام وبدا يسقف كده لعيبته وباين بقى الارتياح على امير مرتضى منصور اللي كان في المدرجات واللي بدا يسقف لعيبته. لكن الشوط الثاني الاجواء كانت مختلفه شويه. كان الوضع هادي جدا وكانت الامور هاديه جدا وده اللي كان واضح على احد مشجعي الاتحاد السكندري اللي كان قاعد كده يعني كان نايم في المدرجات نام من الهدوء اللي كان مسيطر على يعني الملعب وعلى المباراه. لكن مستر كارتيرون النهارده هو اللي استخدم كده لغه الاشاره اثناء تغييره او مطالبته لبن شرقي ونجم عشان يجوا يشاركوا في التغييرات وبدا كده يعني يشاور لهم بارقام معينه هو محددها يعني مسؤول اللياقه عشان يبعته على طول لنجم وبن شرقي للتغيير. لكن الاجواء بقى اتغيرت خالص في اللحظات الاخيره يعني بدا القلق يظهر على كل مسؤولي الاتحاد اللي بداوا منهم وبداوا خلاص يحسوا ان المباراه بتضيع منهم. بدا الكابتن طلعت يوسف ينفعل ويزعق لعيبته ويطالبهم على طول ان هم يحاولوا يضغطوا لعيبه الزمالك ويحاولوا يتعادلوا. كان باين الارتياح على دكه الزمالك وكان باين دوت بقى على مسؤولي الزمالك اللي كانوا موجودين اللي بدا امير مرتضى منصور كده وهو نازل يعني خلاص بقى ما فاضلش الا دقيقه كده على المباراه بدا ينزل وبدا اداريين الزمالك اللي موجودين في المدرجات ينزلوا لارضيه الملعب. بدا اكتر من حد من جمهور الزمالك اللي كان يعني ثلاث اشخاص كده راحوا طلبوا من الامير اللي هم التقطوا معاه الصوره التذكاريه. لكن اثناء بقى التقاطه كده الصوره التذكاريه مع احد مشجعي الزمالك اللي بيرتدي يعني تيشيرت الزمالك على طول جه جون التعادل وده اللي غير رياكشن وش امير مرتضى منصور من الضحك القوي اثناء التصوير ليه يعني تكشيره قويه جدا ظهرت على وش امير مرتضى منصور اللي ما صدقش كده الاتحاد بيتعادل مع الزمالك في اللحظات الاخيره. فضل واقف امير وكان القلق باين عليه وكان واضح جدا يعني اللي هو مش مصدق اللي بيحصل وده بقى اللي خلاص يعني بدا يظهر على كل مسؤولي الزمالك وعلى دكه الزمالك اللي بان عليهم الحزن القوي جدا من النتيجه وبان بقى السعاده على كل جمهور الاتحاد السكندري اللي ظهر على طول بعد جول التعادل وبداوا يشجعهم وطلعوا علم الاتحاد كده وبداوا يهدفهم ويعني يشجعهم. مسؤولي او اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري النهارده سقفوا لكل لعيبتهم وهم خارجين وحيوهم وبداوا يسقفوا لهم كده ويشجعوهم. كان باين بقى السعاده القويه على كل لعيبه الاتحاد السكندري اللي بداوا يسلموا على بعض وبداوا يحضنوا بعض كده بعد نهايه اللقاء على طول بالتعادل مع الزمالك 1-1 على طول. كل لعيبه الزمالك دخلوا على غرف الملابس كده ما فيش اي حد حتى امير وكل الناس كل الاداريين اللي كانوا في المدرجات نزلوا على غرف الملابس ما حدش وقف خالص لاي قناه او اي صحفي يتكلم معاه. يعني النهارده بنقول لكل جمهور الزمالك هارد لك على التعادل وكان واضح بقى يعني الفرحه على جمهور الاتحاد عشان كده بنقول لهم مبروك على النقطه الغاليه اللي هم بيخطفوها من الزمالك في اللحظات الاخيره.